بتاعي ما تبني وياك. هتبني يا اخوي سفني. انت ليه حين زعلان علي حبيب؟ انت كسرت العهد اللي بيني وبينك، خنت الاتفاق اللي انا اساسا كنت منجبر عليه ولا كان عاجبني. ما علي يا اخوي، انا غلطان ومتحسف. شيطان يا العراف، شيطان. النفس أمارة بالسوء. المفروض أنا شو أسوي الحين؟ قول لي أنا شو أسوي الحين؟ بعد ما تأكدت إنك أنت بس تبي تصغرني قدام الناس. حبيب، أنا حصة قالت لي اللي بينك وبين بدر شنو؟ لا يا أخوي لا. محشوم يا أخوي. أنا غلطان، متحسف. العراب قبل كم يوم صار شيء أنت ما تدري عنه. وليش ما قلت لي؟ لأني أخذت عهد على نفسي من سنين طويلة أني أكون معك، أوقف وياك، ما أخلي أحد يضايقك أو يأذيك يا العراب، مثل ما كنت أنت أوقف وياي قبل لا تدري أن أنا أخوك. قوم قوم، خلت أتكلم في الموضوع هذا مكان ثاني، ما بيهني، عندي كلام وايد بقول لك. تعال تعال. أنت أمي؟ إيه أمي. هو من يا طاري امي قدام ابوي اشوف ابوي اختبص، كنا هو يعرفها من زمان. وانت شنو عاشور للحين تشتغل وياه؟ عاشور لا، كان بيني وبينه شغله صغيره وخلصت خلاص. انت شعرفك فيه؟ انا شعرفني فيه ما اعرفه. المهم خليك من موضوعه، موضوع محمد وحصه لازم يخلص بسرعه. ما ادري، احس اني انا مو مرتاحه، حتى راح يغدر فينا هالريال. محمد صدقك انت؟ محمد لا تحاتينا، محمد مثل الخاتم بصبعي، أفر على كيفي وبتشوفين. ما شاء الله. انزين شو راح تسوي مع سكينة؟ والله سكينة شكلها هذه آخر أيام وياها، خلاص طقت شبدي منها. صدق بدر، أحس عقب قامت أبوي بالسلامة الأوضاع كلها اختلفت. أحس الحين راح يسوي كل شيء حصة تبي. صح كلامك، بس الأمور طيبة لا تحاتي، احنا دائما سابقينهم بخطوتين. وانت متأكد انك انت سابق الناس بخطوتين؟ شوف، طرت على بالي شغلة مستحيل تطلع على احد بالدنيا. الا وهي؟ تخيل انك تشيل مسمى العراب من حصة وتمسح هالاسم من الكرة الارضية تماما، وتخلي الناس الطرارين اللي متعودين ان كل شيء يوصل لهم لي عندهم يعتمدون على نفسهم وبالغصب. شلون هذا؟ بالسحر؟ اعوذ بالله، بالمحكمة. بالمحكمة؟ بالحجر على أبوي. بس أول شيء لازم نحاول نقعد مع أبوي ونجس نبضه للمرة الأخيرة. تشيرن؟ أنا عبالي أنا اللي ماكل الدنيا وحافظها، طلعتي أنت داهية. حكمة؟ لا حكمة، أنت حكمة، أنت بلوة سودة.